اهلا وسهلا بحضراتكم مره تانيه. بنتابع معاكم في تقرير صدر عن البنك الدولي بيتوقع نمو للاقتصاد المصري بنسبه 5.3% في 2018-2019. كانت بتتكلم معانا عن هذا الموضوع وبتشرح لنا ابعاده الدكتوره يمنى الحماقي استاذ الاقتصاد بجامعه عين شمس. اهلا وسهلا بحضرتك معانا مره تانيه دكتوره يمنى. في المحادثه اللي فاتت كنا بنتكلم، حضرتك اشرتي الى كذا عامل، منها موضوع السياحه اللي حضرتك اشرتي اليه واعتمادنا على نفس الاسواق السياحيه اللي قافله علينا المحبس زي ما احنا قلنا، والموضوع ليس له اي علاقه بامن او غير امن، هو قرار في الاخر يعني. الاعتماد ده والنظره والتعامل مع هذا القطاع بنفس الفكر وتوقع نتائج مختلفه هيودينا فين؟ لا هو يعني انا متفق مع حضرتك، وهو القضيه ان احنا لازم نغير الفكر نمره واحد، ولازم نجيب الناس اللي هي عندها الفكر الجديد ونتابع ادائها. ولكن في نفس الوقت انا عندي مصادر كثيره جدا، مش لازم اعول فقط على قطاع السياحه. انا يهمني استثمر الطاقات اللي عندي، طاقات عاطله كثيره جدا. الطاقات العاطله دي جايه من المشروعات المتعثره، ابتدي افتح الملف ده بقوه واشتغل عليه وساعد الناس ان هم اوكلهم من اسرافهم، عشان دول اضافه للطاقه الانتاجيه قويه. زائد قطاع الاعمال العام، عندنا ايضا طاقات عاطله كثير جدا في قطاع الاعمال العام، ممكن احركها في وقت قصير جدا. القطاع غير الرسمي، يعني انا بكلمك وعندي دراسات ميدانيه، اعرف ناس كتير في قطاع غير رسمي بيتمنوا ان الدوله تساعدهم عشان يتحولوا الى قطاع رسمي، وفي الحاله دي طاقتهم الانتاجيه هتزيد. يتحولوا الى القطاع الرسمي لما حضرتك عملت الدراسات الميدانيه دي، اكيد هم ليهم وجهه نظر في ازاي الدوله تساعدهم علشان يدخلوا ضمن المنظومه الرسميه. ايوه ليهم وجهه نظر، يعني اغلب هذه المشروعات المشكله بتاعتها في الاراضي، ان هم ياخدوا اراضي باسعار معقوله ويبتدوا يعدوها، لان كلهم عندهم الاسواق وعندهم النو هاو وعندهم التكنولوجي، وراحوا اوريدي جابوا الفن التكنولوجي وبينتجوا بيبيعوا. فالقضيه قضيه هي ازاي يتحط لهم مكان ثابت، ارض تكون باي شكل من اشكال حق انتفاع او غيرها. وهي الحقيقه هيئه التنميه الصناعيه قد طرحت مجموعه من الاراضي، ولكن احنا محتاجين نستثمر المناطق اللي هي غير مستغله في مناطق صناعيه عشان نشغل الطاقات الانتاجيه دي فورا، ما استناش لما تحصل ترفيق والمطور. يعني ايه يا دكتوره؟ يعني انا عندي مناطق في المناطق الصناعيه عندي طاقات مهدره، يعني المنطقه الصناعيه معموله والورش او المصانع اللي شغاله فيها؟ لا لا، انا قصدي ان دلوقتي في مناطق طرحتها هيئه التنميه الصناعيه بتعدها للاستثمار الصناعي، فلسه بتجهزها، فدي هتاخد وقت. انا المقصود بكلامي ان انا دي طاقات انتاجيه ممكن ان انا بسرعه ان انا اساعدها، ان انا اديها رخص مؤقته وتبتدي تنتج لغايه ما تنقل الى المنطقه الصناعيه، انا استفيد بقدراتها على انها توصل لاسواق، سواء كان اسواق دي خارجيه واسواق محليه. فانا عندي ثقافه انتاجيه مهدره في كل مكان. هو اللي احنا كنا سمعناه من وزاره الصناعه انه فعلا في تراخيص مؤقته ان هم يبتدوا يشتغلوا بيها لغايه لما التراخيص تطلع، يعني ده معمول فعلا. أنا بتمنى بقى إن ده يخضع لرؤية كلية، بمعنى إن وزارة الصناعة تعمل لكل صناعة مرجعية، يعني مثلا للملابس الجاهزة نبتدي نجمع كل الطاقات الإنتاجية اللي في الملابس الجاهزة ونحركها في اتجاه التصدير. الجلود في روبيكي هتبتدي تشتغل، فنبتدي نجمع كل الطاقات الإنتاجية في المجال ده. فين أنا توصيف الوضع القائم لكل صناعة وتحريك الطاقات الإنتاجية فيها ده، إن أنا أعرف أنا عندي إيه، أعرف أنا عندي وأنا لغاية دلوقتي مش عارف أنا عندي إيه؟ لا مش عارف. طب ما هي قضية المصنع بتاع اللبن، اللبن اللي احنا اكتشفناه فجأة ده بيديك إشارة لإيه؟ ده بيديك إشارة إن أنا مش عارف إمكانياتي، وخاصة الإمكانيات المهدرة، وأنا محتاج أعرفها كويس وأحركها
الحركه السليمه اللي تزود لي الطاقات الانتاجيه في فترات قصيره. ده تحدي كبير جدا، وده اللي هيحرك عجله الاقتصاد وهيساعد الناس ان هي. كويس ان حضرتك فتحتي موضوع مصنع اللبن اللي ما كانش معروف عنه حاجه واللي اكتشفوه مؤخرا النهارده. كمان انا كنت قاعد اقرا، كان في كلام على الاكياس، مش الاكياس، حاجات خاصه بالدم برضو. في مصنع هنا في مصر بيصنع ولكن مانعين التعامل معاه، ما نعرفش ليه. ده برضو أيوة موضوع بقى، في من كتير الطاقات جدا، في طاقات كتيره مهدره في مصر محتاجه تتظبط، ودي اللي ابتدي بيها لانها هتحرك لي الطاقات الانتاجيه في اسرع وقت ممكن، وهو ده قصدي. وفي قطاع رسمي وفي قطاع غير رسمي، وعند البنوك قوائم كثيره بمشروعات تم ايقافها نتيجه انها اتحطت في الاي سكور ان هي مشروعات متعثره، وتم تجنيدها. لو انا فتحت الملف ده وبدات ادعمها هتبتدي تتحرك طاقات انتاجيه هائله تقدر تساهمني بشكل كبير جدا في التصدير او في الاحلال محل الواردات. فده طيب هو بس ده في الافكار. النقطة دي يا دكتورة يمنى، بعد إذن حضرتك، لما بتتكلمي على زيادة الإنتاج والتصنيع إلى آخره، ما إحنا برضو في تحدي كبير إن مدخلات الصناعات غالبيتها والمكن طبعا كمان بيبقى مستورد من بره. ما هو ده معناه ايه؟ ده مطلوب منه ايه؟ ان انا في حاجه اسمها الفاليو تشين اللي هي سلاسل الانتاج. يعني ايه سلاسل الانتاج؟ يعني ان انا ابتدي بقى ادخل المشروعات الصغيره والمتوسطه تغطي لي الفجوات الموجوده في سلاسل الانتاج. فيبقى عشان كده انا بدات كلامي بايه؟ لازم يبقى في ملف ورؤيه شامله لكل صناعه داخل القطاع الصناعي. لو انا عرفت مثلا في الملابس الجاهزه ايه الحلقات اللي ناقصه وبدات استكملها، انا بخلق طاقات انتاجيه بطلب اوريدي موجود عليها، لان انا حركت بقيه السلاسل بتاع الانتاج كلها تتكامل مع بعضها وتفتح سكك طاقات انتاجيه اضافيه تضاف، يبقى بحرك عجله الاقتصاد بشكل متكامل. هو ده المقصود. هو حضرتك مش شايفة ان ده موجود يا دكتورة يمنى؟ ان اللي اعرفه ان كان في دراسات كتيرة في هذا الاطار، وبعدين كمان في عندنا رؤية مصر 2030، مش دي بتتضمن رؤية شاملة ولا ايه؟ لا، رؤية مصر 2030 فيها قصور شديد فيما يتعلق بتوصيف الوضع القائم. انا عندي نقص في البيانات والمعلومات بشكل كبير جدا، لازم اهتم بان انا اعالج ده، ولازم تتجمع كل الدراسات الميدانيه اللي بتتعمل في الجامعات ومراكز البحوث مع البيانات اللي بتصدر من جهاز المركزي للاستعداد العامة والاحصاء وغيرها، وكل ده يتكامل مع بعض عشان يغطي الفكر المطلوب بان ازاي اكمل سلاسل الانتاج، ازاي ادعم صناعه واستغل الطاقات العاطله الموجوده عندي. كل ده اساس ان انا احرك النشاط الاقتصادي وادي فرص للناس. ده بيواجهوا بقى حاجه في غايه الاهميه، ان انا لازم اهتم بالتدريب ورفع الانتاجيه للعامل المصري، لان بدون ده مش هقدر اتحرك في الاتجاه السليم. ليه العامل المصري اجوره متدنيه وبيجري على التوك توك عشان يقدر يعيش؟ لانه مهاراته متدنيه، فكل ما رفعت انا مهاراته اديته اجر اعلى، لان اقدر ادي اجر اعلى لو رفعت الانتاجيه. دي هي دول المحورين اللي غايه في الاهميه اللي لازم اتحرك عليهم. طيب باسرع وقت ممكن. اخر سؤال دكتوره يمنى، معلش انا انتقل على حضرتك، ولكن موضوع تحرير سعر العمله، وزي ما بيقولوا ان العمله بتاعتنا او الاستثمار عندنا بقى جاذب بسبب تخفيض سعر العمله، ده من ناحيه بالنسبه للمستثمر الاجنبي ورؤيته لمصر وجاذبيتها. بالنسبه لنا احنا عندنا مشكله ان ده بيرفع الاسعار اللي موجوده، ان احنا معتمدين على حاجات كتيره جدا استيراد من بره، فبالتالي الاسعار عماله تزيد. المعادله دي هنفضل في سعر الدولار عالي كده لغايه امتى وتاثيره ايه؟ لغايه ما الانتاج، لغايه ما القاعده الانتاجيه تزيد، ده مهم جدا، هو ده الاساس، ولازم نتحرك بسرعه. واحنا شغالين في قانون الاستثمار الجديد، هو في مجلس النواب واحنا بنشتغل فيه في اتحاد الصناعات في الاستثمار.
بتكلمني واحنا هو في اجتماع شغالين في قانون الاستثمار، وان شاء الله القانون يطلع بالشكل اللي يعمل النافذة الاستثمارية مكان واحد. هو ان شاء الله هيطلع ان شاء الله. خلاص في جهد كبير بيتم عشان يطلع. خلاص امتى يا دكتورة يمنى؟ يعني هو في مجلس النواب في الصياغات النهائية بتخلص عليه، وإن شاء الله ربنا يوفق ويطلع. يعني يا ريت تسأل مجلس النواب بقى في الحتة. أصل يعني ما احنا عايزين حد يغششنا إن الأسبوع اللي فات كان آخر الأسبوع، الأسبوع اللي قبله كان قبل الأسبوع. في جهد كتير بيتم وبتتناقش بند بند وبيتدرس كل حاجة عشان خاطر تطلع حاجة كويسة. فنتمنى ربنا يوفق والمناخ الاستثماري في مصر يتحسن عشان يكون جاذب للاستثمارات الأجنبية والمصرية والعربية، ودي هي الأساس. بس بعد كل المدة دي أتوقع أنه مش يبقى حاجة كويسة، يبقى حاجة ما حصلتش بإذن الله. دكتورة يمنى الحماقي أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس، بشكر حضرتك شكرا جزيلا.